بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إبراهيم مشعل، وإن شاء الله النهاردة مكملين المحطة التانية من محطات إدارة المشروعات. النهاردة إن شاء الله إحنا في اليوم التاني هنتكلم عن أول منطقة من مناطق المعرفة. إحنا إمبارح قلنا إن عندنا 10 مناطق للمعرفة بالترتيب زي ما إحنا ماشيين، هي السكوب والتايم والريسك والكوميونيكيشن والبروكيورمنت، كلها بالفعل مهمة تمام، ولكن هناخدها بالترتيب، وفي الاخر هنعمل عملية ربط او عملية انتجريشن ما بين جميع مناطق المعرفة في منطقة مهمة اللي هي منطقة الانتجريشن مانجمنت. طيب ايه المقصود بسكوب المشروع او السكوب مانجمنت للمشروع؟ السكوب هو نطاق المشروع، يعني مجموع الاعمال اللي هيتم تنفيذها علشان نقدر نحقق متطلبات المشروع. فبالتالي كل الاكتيفيتيز اللي هيتم تنفيذها علشان نوصل للبروجكت ريكويرمنت هو ده بالنسبه لي البروجكت سكوب تمام، او نطاق المشروع. وبالاضافه لكده لازم ان احنا نحدد الجزئيات اللي مش هيتم تنفيذها اللي هي اوت اوف سكوب، ودي برضو بتكون مهمه جدا في عمليه السكوب مانجمنت. يعني السكوب هو عملية تحديد، السكوب مانجمنت هو عملية تحديد ما سيتم تنفيذه وما سوف لا يتم تنفيذه، يعني اللي مش هيتنفذ تمام. طيب مرحلة السكوب مانجمنت بتمر بست خطوات: خطوات إدارة نطاق المشروع بتتم بالتسلسل التالي. أول شيء بنعمل بلان سكوب مانجمنت، بنعمل خطة لإدارة نطاق المشروع. بعد كده بنحاول نطبق الخطة بالتسلسل التالي: أول شيء بنعمل collect requirement أو عملية جمع المتطلبات المشروع، والنهاردة هنتكلم عن 14 تكنيك بنعمل بيهم collect requirement. بعد كده عندي define scope. define scope اللي هي عملية تحديد إيه الأشياء اللي هيتم تنفيذها والأشياء اللي مش هتكون موجودة داخل المشروع. فبالتالي لازم بعد ما بجمع جميع متطلبات المشروع احدد ايه اللي هيتم تنفيذه بالفعل من المتطلبات اللي تم تحديدها، وايه اللي اوت اوف سكوب منها، لان هو طبعا ممكن يكون متعارض مع بعض المتطلبات او ممكن يكون اوت اوف بادجت، فبالتالي العميل مش هيقدر يأفورد او مش هيقدر يدفع تكلفته، فبالتالي بنستثنيه من المشروع وبيكون اوت اوف سكوب ايتم تمام. بعد ما بنعمل ديفاين للسكوب، الخطوه اللي بعد كده عمليه الكرييت للدبليو بي اس. الدبليو بي اس هي مخطط متطلبات المشروع، مخطط هرمي بنقسم فيه متطلبات المشروع بشكل ستراكشر. يعني بنحط اول حاجه بالنسبه لي راس الهرم بيكون اسم المشروع، وبعد كده بنكسر الجزئيات المهمه في المشروع، بنعمل عمليه ديكومبوزيشن للمشروع او لتسليمات المشروع اللي احنا بنسميها البروجكت ديليفرابلز. بنكسر الديليفرابلز دي لمجموعه ايتمز، وكل مجموعه ايتمز بنحاول نكسرها لسب ايتمز، فبالتالي بيكون عندي الايتمز اللي تحت المشروع او اللي هي اللي فوق اصغر مجموعه او اصغر ايتم موجود في ال WBS بنسميه الورك باكج. والليفل اللي بعد الورك باكج او البيرنت للورك باكج بنسميه الكنترول اكاونت، وهنشوف ازاي نعمل دبليو بي اس باكتر من طريقه. بعد كده ما بنكريت الدبليو بي اس وبيكون عندي مخطط واضح للديليفرابلز اللي هتتنفذ في المشروع، وبنخلص البلاننج للسكوب، بنروح لعمليه الكنترولنج للسكوب، بحيث ان احنا بنعمل عمليه اناليسيز وبنعمل عملية مقارنة ما بين البلاند والاكشوال اللي تم تنفيذه، وبنحاول ان احنا دايما نحكم التغييرات اللي موجودة في المشروع، نقلل من عملية التشينجز، ونحاول ان احنا نحكم السكوب نفسه بحيث ما نخرجش بره المتطلبات المتفق عليها في بداية المشروع، الا اذا كان في شيء مهم فبالتالي بيتعمل بيه تشينج ريكوست، والتشينج ريكوست بيروح لفريق اداره التغييرات اللي هم التشينج كنترول بورد، وبعد كده بيحددوا اذا كان هنوافق على اجراء التغيير ولا هنرفض اجراء التغيير، وبعد كده لو اتوافق عليه بيتحط في الخطه وبيتعمل ريبلان
لو ما توافقش عليه بنفضل ماشيين على نفس الخطة القديمة اللي احنا ماشيين عليها. عملية كنترول السكوب هي عملية ان انا بحاول ان انا امنع التغييرات قدر المستطاع الغير مرغوب فيها والاضافات الغير محكومة في السكوب. بعد كده بنعمل عملية فاليديتنج للسكوب، يعني بنعمل عملية فورمالايز للاكسبتنس مع العميل بحيث ان انا ااكد للعميل او ااكد مع العميل عند تسليم الديليفرابلز الموجوده في المشروع ان هي دي فعلا وفقا للاكسبتنس كريتيريا، يعني وفقا للاشياء او للشروط اللي العميل وضعها في اثناء عمليه كولكتنج ريكويرمنت وديفاين سكوب. طيب زي ما قلنا ان السكوب مانجمنت كتعريف هو work that and is not in the project، يبقى الشغل اللي هيكون موجود والايه اللي مش موجود في المشروع. يبقى عملية السكوب مانجمنت او السكوب ديفينيشن ان انا بحدد ايه اللي هيتعمل وايه اللي مش هيتعمل. عندي مصطلحين مهمين جدا، اول مصطلح اسمه جولد بليتنج. الجولد بليتنج ده من وظائف مدير المشروع انه يمنع عملية ان هو يعطي جولد بليتنج للكاستمر. الجولد بليتنج هو ان انا اعمل مجموعه ديليفرابلز او اضيف اي شيء على المشروع بدون ما يكون العميل طلبه، كنوع من انواع ان انا بفكر يعني ان انا اعمل كاستمر ساتسفاكشن او ان انا اكسيد الاكسبكتيشنز، وده مش صح. الصح ان انا احاول اسلم العميل الحاجه اللي طلبها بالظبط، ما اضيفش عليها اي شيء، لان اولا دي حاجات هو ما طلبهاش، فدي هتبقى اكسترا كوست الى جانب ان هي ممكن تاثر على وقت المشروع او كواليتي المشروع، الى جانب ان هي غير مدفوعه الثمن، فبالتالي انا كده بضر برضو بالشركه المنفذه للمشروع. فالمفروض ان اي شيء يتم تنفيذه يتاخد موافقه العميل عليه مبدئيا. النقطه الثانيه، في عندي مصطلح ثاني اسمه سكوب كريب. السكوب كريب ده بيحصل امتى؟ السكوب كريب ده معناه انتهاك نطاق المشروع، والانتهاك ده بيحصل لما بيحصل ان العميل يطلب تغيير في جزئيه من جزئيات المشروع اثناء التنفيذ بدون ما ندرس التغيير اللي طلبه العميل ويتم تنفيذ التغيير مباشرة، وبعد ذلك يتكرر الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة. فلما نيجي نقارن ما بين السكوب اللي كنا متفقين عليه والسكوب اللي تم تنفيذه هنلاقي ان في فجوة كبيرة جدا ما بين المتفق عليه وما بين الاكشوال، فبالتالي بيحصل عندي ما يسمى بالسكوب كريب، ان انا عندي ان السكوب نفسه اوت اوف كنترول حاليا، فبالتالي يعتبر تم اختراق السكوب اللي موجود في المشروع. وكلا الحالتين سواء اذا كان جولد بليتنج او السكوب كريب الاثنين يعتبروا اشياء ضاره جدا بالمشروع. طيب نبدا بعمليه تخطيط نطاق المشروع او ان انا اضع خطه لنطاق المشروع. زي ما انتم شايفين جميع البروسيسز او جميع العمليات اللي هتمر علينا من اول السكوب بلاننج ليها انبوتس واوتبوت، انبوتس وتول وتكنيكس واوتبوتس بنسميها ايتو. الانبوتس لكل مرحله هي متطلبات العمليه الجزئيات اللي لازمه تكون مع مدير المشروع علشان يقدر يقوم بالمهمه اللي هيعملها. التول والتكنيك هو الادوات اللي هيستخدمها مدير المشروع او الاكشنز اللي هيعملها مدير المشروع على الانبوتس اللي داخلاله. الاوتبوتس هي المخرجات من عمليه اللي موجوده اللي انا بشتغل عليها حاليا. فبالتالي بالنسبه للبلان سكوب مانجمنت الاوتبوت هيكون سكوب مانجمنت بلان. طبعا من اسمها واضح ان بلان السكوب مانجمنت هيطلع بلان، تمام؟ يعني ايه هيطلع بلان؟ يعني هيطلع دوكيومنت فيها ايه الاجراءات اللي هيتم تنفيذها، ازاي هنشتغل، مين الادوار هتتوزع على مين بالظبط، التوقيت الزمني لتنفيذ الخطه. ولكن في نفس الوقت ما طلعتش سكوب، يعني بلان سكوب مانجمنت مش بتديني سكوب، هي بتديني بلان. وفي قاعده عارفينها لازم نكون عارفينها في اداره مشروعات بتقول ان البلان هي لا شيء، تمام؟ البلان لا شيء، البلان از ناثينج، تمام؟ البلاننج از ايفريثينج. طيب يعني بلان از ناثينج، يعني البلان ملهاش قيمه بدون ما يتم تنفيذها وبدون ما يتم مقارنتها بالواقع الفعلي. اما البلاننج اللي هو اعاده التخطيط هو اهم شيء، يعني يكون عندي خطه وتتنفذ وارجع اعدل خطه تانية واقارن ما بين البلان والاكشوال واعدل واقارن واعدل واقارن، ده بالنسبه لي هو اهم شيء في الاداره، بحيث ان انا اعرف هل انا فعلا المشروع بتاعي مشروع ناجح وفقا للخطه اللي كانت موجوده. طيب التخطيط اللي بيتم اثناء المشروع هل هو فعلا بيوفي
متطلبات المشروع والتغييرات اللي بتحصل أثناء تنفيذ المشروع، ولا هو تخطيط ضعيف بيحصل فيه فجوات كبيرة أو بيحصل فيه مشاكل كتير أثناء التنفيذ، لأن طبعا بيبقى الكنترول ضعيف جدا. فبالتالي البلاننج هو أهم شيء في إدارة المشروعات. طيب، يعني حاليا في عملية بلان السكوب مانجمنت، الانبوتس اللي هيكون معايا أول شيء هو البروجكت مانجمنت بلان. البروجكت مانجمنت بلان هي الخطة الأساسية للمشروع، أو هي المجلد اللي بيحتوي على جميع الخطط اللي هتدير المشروع، زي خطة التايم، خطة السكوب، خطة الكواليتي، خطة الريسك، جميع الخطوات أو جميع الخطط اللي موجودة بتكون تابعة للخطة الماستر اللي هي بنسميها بروجكت مانجمنت بلان. فالبروجكت مانجمنت بلان هي الخطة الماستر اللي بحط فيها، أو المجلد اللي بحط فيه كل مخططات أو كل خطط المشروع اللي أنا بشتغل عليها. تاني دوكيومنت مهم عندنا هي البروجكت تشارتر. ايه هو البروجكت تشارتر؟ البروجكت تشارتر هي وثيقة بتأكد صلاحيات مدير المشروع، وبتسمح لمدير المشروع ان هو يبدأ تنفيذ فعلي في المشروع. بيتم فيها تحديد الاوتلاينز الأساسية للمشروع، او الأهداف العامة للمشروع، والستارت والإند ديت الاكسبكتد في البداية، الانيشال بادجت اللي محتاجينها للمشروع، الاوتلاينز عامة بشكل عام. واهم شيء في البروجكت شارتر ان هي تدي اوثورايزيشن لمدير المشروع انه يبتدي يشتغل بالفعل في المشروع. بعد كده يجي عندي حاجة مهمة اسمها انتربرايز انفيرمنتال فاكتور اورجانيزيشن بروسيس اسيتس، ودول اتكلمنا عنهم امبارح. تمام، اتكلمنا عن الاي اي اف والاو بي اي بالتفصيل، ولو عايزين نعرف هما ايه بنرجع للحلقة بتاعت امس. دي الانبوتس اللي احنا محتاجينها عشان نعمل بلان سكوب مانجمنت. التول والتكنيكس، اول حاجه محتاجين نعمل اكسبرت جادجمنت، محتاجين نسال خبير. يعني عمليه التخطيط مش عمليه سهله، لازم ان انا ارجع لخبراء في عمليه التخطيط، لان هم بيكتسبوا الخبره من مشروعات سابقه قبل كده، يكون عندهم مهارات كافية لعملية التخطيط. فبالتالي الاكسبرت في كل جزئية هنلاقيهم مهمين جدا، وهنلاقي التول والتكنيك اللي بيرجع للاكسبرت شيء مهم جدا. النقطة التانية، مدير المشروع مش دايما هو اكسبرت في مجاله، يعني مش لازم مدير المشروع اللي شغال في الكونستراكشن يبقى كونستراكشن انجينير، مش لازم المشروع مدير المشروع اللي شغال في مشروع اي تي يبقى لازم ديفلوبر او تكنيكال ديزاين مثلا او اركتكت، مش شرط. الاكسبرت هنا لازم مدير المشروع يرجع له، يعني مدير المشروع لو ما عندوش دومين نوليدج كافيه بالتكنولوجي او بثقافه المشروع او بالادوات اللي بيستخدمها، محتاج دايما يرجع لخبير في الجزئيه دي عشان يديله الراي المهني المحايد اللي هو يقدر يبني عليه قراراته. طيب، ده بالنسبه للاكسبرت جادجمنت او التقدير الخبراء. النقطه الثانيه الميتنجز. مدير المشروع بيقضي اغلب وقت المشروع في الكوميونيكيشنز، وبالنسبه للميتنج لما نيجي نروح للكوميونيكيشن هنعرف ان الميتنج محتاجه يكون عشان نقدر نعمل ميتنج فعال، ما نهدرش وقت الميتنج بتاعنا، ما نهدرش وقتنا في ميتنج ما يكونش له فايده، او وقت الميتنج يبقى ساعه وساعتين وثلاثه في الفاضي، مع انه كان ممكن يدار بشكل افضل، فنقدر نعمل الميتنج ده في نص ساعه ونوصل لنفس النتائج بل افضل منها. الميتنج لا لو بري اكشنز وبوست اكشنز محتاجين نعرفهم، بحيث ان احنا ندير الميتنج بتاعتنا بشكل افضل وبشكل فعال، هنتكلم عنها بشكل تفصيلي في الكوميونيكيشن مانجمنت. طيب، دي الجزئيتين اللي بيقوم بيهم مدير المشروع عشان يشتغل على السكوب بلان. طيب، الاوتبوت اللي بيطلع مع مدير المشروع هو السكوب مانجمنت بلان والريكويرمنت مانجمنت بلان. السكوب مانجمنت بلان زي ما حضراتكم شايفين في السلايد دي، السكوب مانجمنت بلان الهدف منها بتحدد الاعمال اللي بيتم تنفيذها داخل المشروع. يعني السكوب بتتكلم عن الاكشنز اكتر ما بتتكلم عن الكاستمر نيدز. السكوب بيقول انا كشركه هنفذ 1 2 3 4 5، انما ريكوير مانجمنت بلان ريكويرمنت مانجمنت او ريكويرمنت بتتكلم عن النيدز، فبتقول انا ككاستمر محتاج 1 2 3 4 5. الفرق بينهم مش كبير، ولكن زي ما قلنا ان الاولاني هو الاعمال اللازمه
لتنفيذ الكاستمر ريكويرمنت. فالسكوب هو اشمل من الريكويرمنت نفسها، تمام؟ فالسكوب مانجمنت بلان هتكون اشمل من ريكويرمنت مانجمنت بلان، تمام؟ السكوب مانجمنت بلان بتكون فيها السكوب ستيتمنت، فيها الدبليو بي اس، فيها الفورمال اكسبتنس، فيها التشنجز اللي بتحصل على السكوب. اما الريكويرمنت مانجمنت بلان بيكون فيها جزئيات الكونفيجريشن مانجمنت والتريسابيليتي للريكويرمنت، التشنجز اللي بتحصل على البرودكت نفسه، ريكويرمنت بريوريتيزيشن عمليه ترتيب اولويات المتطلبات، البرودكت ماتريكس والمقاييس اللي بنقيس بيها المنتجات اللي بننفذها، التريسابيليتي ستراكشر وكيفيه متابعه التشنجز اثناء اداره المشروع. فبالتالي في فارق ما بين السكوب وما بين الريكويرمنت. زي ما قلنا السكوب هو الاكشنز اللي بتنفذ النيدز الخاصه بالكاستمر، فالسكوب دايما بتكون هي اشمل من الريكويرمنت مانجمنت بلان. طيب كده دي المرحله الاولى في عمليه اداره السكوب. المرحله الثانيه في عمليه اداره السكوب هي كولكتنج ريكويرمنت، عمليه جمع متطلبات المشروع. وزي ما اتكلمنا قلنا ان احنا عندنا 14 تكنيك هنجمع بيهم متطلباتنا، بس في البدايه لازم نعرف ايه الانبوت اللي احنا محتاجينها علشان نقدر نعمل كولكتنج ريكويرمنت. اول شيء السكوب مانجمنت بلان، ريكويرمنت مانجمنت بلان، ودول خارجين معايا من المرحله اللي فاتت، والستيك هولدر مانجمنت بلان والدوكيومنت دي بتطلع معايا من المانجمنت او من بلاننج الستيك هولدرز، ودي مرحله هناخدها قدام شويه، ولكن دي البلان اللي معايا محتاجها عشان اعرف مين اصحاب المصالح اللي انا هجمع منهم متطلبات المشروع، فلازم تكون سابقه لعمليه كولكتنج ريكويرمنت. بعد كده عندي التشارتر والستيك هولدر ريجستر. البروجكت شارتر اتكلمنا عنه، والستيك هولدر ريجستر هو دوكيومنت بيتم في بدايه المشروع زي ما اتكلمنا امبارح، بيتم انشائها علشان نسجل جميع اصحاب المصالح اللي موجودين اللي بنشتغل معاهم داخل المشروع، تمام؟ طيب التولز والتكنيكس اللي احنا بنشتغل عليها في كولكتنج ريكويرمنت، اول شيء هو الانترفيوز. اول شيء الانترفيوز ده ميتنج 1 تو 1، في الغالب بيبقى ميتنج 1 تو 1، ميتنج مع الكاستمر، مع الكاستمر ريبريزنتيف، مع الفوكال بوينت اللي الكاستمر وكلها ان هي تعطيني المتطلبات للمشروع. فالانترفيو في الغالب بيكون 1 تو 1 ميتنج، بنبقى فيه اغلب الاسئله فيه سؤال واجابه، سؤال واجابه. فلو جالي حاجه في الامتحان بتقول ان انت مجهز مجموعه اسئله علشان تتجاوب عليها بشكل مباشر، فده بيكون نوع الميتنج انترفيو. طيب يجي بعد كده عندي حاجه اسمها الفوكس جروبس. الفوكس جروبس هو عمليه ان انا بجمع الفوكس جروب، عمليه ان انا بجمع مجموعه من الخبراء كل واحد في تخصصه، تمام؟ بحيث ان انا يبقى عندي مجموعه سبجكت ماتر اكسبرتس او اس ام ايز. السبجكت ماتر اكسبرت كل واحد متخصص في جزئيه معينه بيديني معلومات متخصصه، واحيانا ممكن نعمل اناليسز او ريسيرش في جزئيه معينه نطلع بيها بقرار معين يكون معايا سبجكت ماتر اكسبرت. فبالتالي لو جه في الامتحان كلمه سبجكت ماتر اكسبرت او التقاء مجموعه خبراء لحل مشكله معينه، فالميتنج ده بيكون فوكس جروب ميتنج. طيب بعد كده يجي عندي حاجه اسمها فاسيليتيتد وركشوبس. فاسيليتيتد وركشوبس من مسماها ان مدير المشروع بيعمل عمليه تسهيل او عمليه اداره للكوميونيكيشن ما بين كروس فانكشنال ستيك هولدرز. انا عندي مجموعه ستيك هولدرز، مجموعه اصحاب مصالح مختلفين في تخصصاتهم، هم كروس فانكشنال. فبالتالي كروس فانكشنال معناها ان هم مختلفين في التخصص، واحد مثلا متخصص في الجانب القانوني، واحد في الجانب الفني، واحد في الجانب المالي، واحد في الجانب الاداري وهكذا. فبالتالي الناس دي بتجتمع مع بعضها عشان تاخد قرار معين، و بيستخدم القرار ده في الغالب في البرودكت ديفلوبمنت، تمام؟ لما بكون بطور منتج معين او بطور فكره معينه، فبدرسها من جميع الجوانب. من الامثله اللي بتبقى فيها فاسيليتيتد ورك شوبس برضه جزئيه ان انا يبقى عندي شغال بالكواليتي فانكشنال ديبلويمنت او الجوينت ابلكيشن ديزاين او الجوينت ابلكيشن ديفلوبمنت. طيب بعد كده عندي حاجه مهمه من التكنيكس اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي الجروب كرياتيفيتي تكنيكس، ودي بتشمل خمس طرق. اول طريقه منها البرين ستورمنج.
ايه هو البرين ستورمنج؟ هو ميتنج برضو بيجمع مجموعة مختصين او مجموعة اشخاص موجودين في الشركة علشان نعمل عملية عصف ذهني، نعمل جلسة للعصف الذهني، نطلع بافكار معينة. ومن من شروط البرين ستورمنج ميتنج ان اولا ما يكونش فيه تقييم للافكار اطلاقا، يعني الفكرة مهما كانت مجنونة او مهما كانت بعيدة عن التنفيذ بتؤخذ في حيز الاعتبار وبتبقى بتتسجل، وبعدين بعد ما بينتهي الميتنج بتقيمها. ولكن اثناء البرين ستورمنج سيشن ما بيتمش تقييم او نقد لاي افكار تم طرحها. تاني تكنيك في الجروب كريتيفيتي تكنيكس هو النومينال جروبس. النومينال جروبس هو بالظبط نفس التكنيك اللي فات اللي هو البرين ستورمنج، ولكن بعد ما بنخلص البرين ستورمنج بنعمل فوتنج على اكتر الافكار قبولا او ان هي اكتر الافكار قدرة للتنفيذ او قابلية للتنفيذ. بعد كده يجي عندي حاجة اسمها الايديا مايند مابينج. الايديا مايند مابينج زي ما حضراتكم شايفين في السلايد اللي موجودة هنا، دي الايديا مايند مابينج اللي على اليسار، بيكون فكرتها ان انا عندي سبجكت معين. السبجكت ده هو الاساس اللي انا هبني عليه كل الافكار، وممكن تكون دي مشكلة معينة مقابلاني. بعد كده بيتبني عليها مجموعة ابعاد معينة او مجموعة افكار حوالين الفكرة الاساسية، فبطلع منها بخطوط زي ما حضراتكم شايفين في سب ايديا، وكل ايديا منها ممكن ينبثق منها مجموعه افكار فرعيه، فبالتالي يبقى عندي سب ايدياز من السب ايدياز اللي طلعت. تمام، الطريقه دي بنسميها المايند مابس او الخرائط الذهنيه. يجي عندي تكنيك تاني زي التكنيك اللي شايفينه حضراتكم على اليسار، التكنيك اسمه ديسيشن اناليسيس ماتريكس او مالتي كرايتيريا ديسيشن اناليسيس. الدام اناليسيس او المالتي كرايتيريا ديسيشن اناليسيس ده تكنيك اللي احنا كنا بنستخدمه زمان في عمليه جداول المقارنه. زي ما حضراتكم شايفين انا عندي ثلاث عناصر بقارن ما بينهم، اوبشن A، اوبشن B، اوبشن C. اوبشن A بقيم العناصر دي على مجموعة من الفاكتورز او مجموعة من عناصر المقارنة، يعني كريتيريا 1، كريتيريا 2، كريتيريا 3، دي مثلا ممكن نقول الكواليتي والكوست والتايم، واتيفر كانت الكريتيريا اللي انا بقيم عليها دي بالنسبة لي بنود المقارنة اللي انا بقيس عليها. بعد كده بعمل تقدير نسبي لكل منطقة زي الكريتيرياز اللي موجودة، فبقدر مثلا ان الكريتيريا A هتاخد ويت 1، ممكن اخلي الويت نسبيا بالمية مثلا فيبقى 50 80 70 وهكذا. كريتيريا سي 2 هتبقى 2، كريتيريا سي 3 هتبقى 3. فبالتالي طبعا في التوزيع اللي موجوده ان اهم عنصر يهمني في المقارنه هو كريتيريا 3. طيب، فبالتالي انا لما بقين توفر العنصر او توفر البند المقارنه في كل اوبشن من الاوبشنز اللي موجوده بعطي سكور لكل واحد. فعلى سبيل المثال اوبشن A انا بعطي الاوبشن A متوفر فيه كريتيريا سي 1 بنسبه 3، متوفر فيه سي 2 بنسبه 2، متوفر فيه سي 3 بنسبه 1. بعد كده بضرب كل واحد في السكور في الريت في الويت بتاعه، الريتنج في الويت يديني السكور اللي انا بناء عليه هاخد القرار. يعني هنيجي نشوف ان سكور A واخد في الاجمالي بتاعه 10، سكور B واخد 14، وسكور سي واخد 13. فبالتالي المفروض ان انا لو بقارن ما بين تلات اجزاء انا هختار اكبر واحد فيهم اللي هو 14. ما لم يكون في مشكلة اللي هي بنسميها احيانا السكسس كريتيكال سكسس فاكتور، ان يكون في عنصر من العناصر لازم يكون متوفر في بند من البنود اللي موجودة اللي بقارن بينهم. يعني لو على سبيل المثال ان انا بقول ان كريتيريا 2 اوبشن B مش موجودة فيه، وكريتيريا 2 بالنسبه لي مهمه جدا، فما ينفعش ان انا اقبل اوبشن بي من غير ما يتوفر فيه كريتيريا 2. فبالتالي ساعتها بعتبر كريتيريا 2 دي كريتيكال سكسس فاكتور، وبقول ان ساعتها اوبشن بي فيلد.
فمش هيقدر يحقق السكسس فاكتور ده، فبالتالي هو فيلد بالنسبه لي، وهختار اقرب عنصر تاني اللي هو غالبا هيكون سي، لانه هيكون اعلى عنصر بعد بي ومتوفر فيه الكريتيريا دي. ده طريقه المقارنه بطريقه الديسيشن اناليسيس ماتريكس او المالتي كريتيريا ديسيشن اناليسيس. بعد كده في عندي تكنيك اسمه افينيتي دايجرام اللي موجود على اليمين زي ما حضراتكم شايفين. الافينيتي دايجرام ده بيوفر فيه ان انا بجمع مجموعه افكار بالالاف او بالمئات، وبعد كده بعمل تنظيم للافكار دي حسب الكاتيجوري الخاص بيها او حسب التخصص اللي هي تبعه، فبعمل جروبنج بناء على كاتيجوريز معينه، وبعد كده اخد كل كاتيجوري واعمل الاكشن بلان الخاصه بيه وفقا لعدد الافكار اللي موجوده بيه. فبالتالي الافينيتي دايجرام ده بيعمل لي عمليه تقسيم او سيجمنتيشن للافكار، بحيث ان انا بدل ما اتعامل مع كم مهول من الافكار اتعامل مع الافكار بشكل مقسم بشكل كاتيجوريز، فبالتالي بيكون افضل جدا في التعامل. بعد كده في كولكتنج ريكويرمنت تكنيكس برضو بعد الجروب كرياتيفيتي تكنيكس، في عندي تكنيك اسمه جروب ديسيشن ميكنج تكنيكس. اول تكنيك فيهم لما بنيجي ناخد قرار احيانا بيكون القرار ده لازم يبقى فيه اجماع، لازم جميع الاشخاص اللي بيعملوا فوتنج اللي بيعملوا تصويت يكونوا موافقين علشان يتم قبول الرأي، فبالتالي لازم يكون فيه انانيميتي. تمام، فالانانيميتي عملية ان الاجماع على الرأي المطلوب. بعد كده في تكنيك تاني بنستخدمه اللي هو الماجوريتي. الماجوريتي ان لازم يكون في عدد اكتر من 50% موافقين على القرار ده، اقل من 50% حتى لو هم عددهم كبير ما بنقبلهمش، بنعيد التصويت مرة تانية. بعد كده في تصويت ان احنا بنختار اكبر كتلة او اكبر عدد اللي هو البلوراليتي او الاغلبية. تمام، عفوا الاكثريه مش الاغلبيه، الماجوريتي هي الاغلبيه اما البلوراليتي هي الاكثريه، فالاكثريه هو اكبر عدد حتى لو اقل من 50%. طيب بعد كده في الديكتاتورشيب، طريقه الديكتاتور الشخص اللي بياخد القرار لوحده وغالبا بيكون المدير او اكبر مسؤول في الميتنج هو اللي بياخد القرار، والبقيه الافراد بيسمعوا للقرار اللي بياخده، فساعتها مفيش داعي لان احنا نعمل تكنيك فوتنج او كده، احنا بناخد قرار الشخص اللي هو مسؤول عن القرار، وده بيكون ديكتاتورشيب تكنيك. دي الاربع طرق اللي احنا بنشتغل عليها في عمليه جروب كرياتيفيتي، جروب ديسيشن ميكنج تكنيكس. من التكنيكس اللي بنستخدمها برضو في كولكتنج ريكويرمنت، اول حاجه منها الكوشنير او السيرفي، ان احنا نعمل فورم ممكن تبقى اونلاين ممكن تبقى برينتد ونبعتها لمجموعه كبيره من الاودينس، التارجت اودينس اللي احنا محتاجين ناخد رايهم، ويبعتوا لنا رايهم عن طريق ان هم يملوا سيرفي او يجاوبوا على الكوشنير. بعد كده الاوبزرفيشن او اللي هو الملاحظه المباشره. احيانا عمليه كولكتنج ريكويرمنت بتتطلب ان المدير المشروع او الشخص اللي بيكولكت ريكويرمنت سواء اذا كان هو بزنس اناليست او هو بري سيلز او وات ايفر كان وظيفته، بيروح يعمل اوبزرفيشن في المكان اللي هيتم فيه تنفيذ المشروع علشان يقدر يكولكت ريكويرمنت بشكل سليم. فبالتالي لو هو مثلا بيعمل بزنس بروسيس اوتوميشن او بيعمل شيء يتطلب معاينه على ارض الواقع، لازم يشوف الحياه ولازم يشوف البروسيس بتمشي ازاي علشان يقدر يعمل لها محاكاه. بعد كده البروتوتايب، وده مشهور جدا في الكونستراكشن لما بنيجي نعمل موك ابس او لما بنيجي نعمل مجسمات لمباني معينه قبل ما بنفذ المبنى، لازم اكون مصمم الموك اب بتاع المبنى بحيث ان انا ابقى متصور الشكل النهائي اللي العميل يشوفه قبل ما ابتدي تنفيذ، عشان ما يبقاش يعني نقرب وجهات النظر وما يبقاش فيه اختلاف في التوقعات. من الجزئيات اللي احنا بنعمل برضو بيها كولكتنج ريكويرمنت البنش ماركينج، ان انا بقارن او بقيس منتج معين على المنتجات اللي موجوده زيه في السوق. تمام، دي عمليه البنش ماركينج، وفي الغالب بيكون من 1 لـ10. فبالتالي يعني ممكن نقيس مثلا ان انا بقيس منتج زي تليفون او بقيس منتج زي كمبيوتر او بقيس منتج زي وات ايفر، حتى كان معده معينه بقيسها على مثيلاتها في السوق وبقارنها على مدى توفر الخصائص وجودتها، فبعمل لها عمليه بنش ماركينج.
مقارنة للحاجات اللي زيها في السوق. من الادوات اللي انا برضو بكولكت بيها ريكويرمنت ان انا احيانا بحاول ان انا ارسم الكونتكست نفسه، اعمل يونيفايد موديلنج لانجويج للكونتكست اللي بيمشي. فبالتالي لو احنا مثلا شغالين في اندستري زي السوفت وير، محتاجين ان احنا نرسم اليوز كيسز في شكل اكتورز معينه موجودين في السيستم، بيتعاملوا مع بعض ازاي، الورك فلو بتمشي بتبدا منين وبتمشي فين، الاعتمادات بتروح ازاي، القرارات بتمشي ازاي، وهكذا. الخطوه الاخيره اللي هي الدوكيومنت اناليسز، اللي هي عمليه ان انا باخد المستندات اللي متوفره بالنسبه لي، اقدر اعمل لها اناليسز، اقرا المستندات اللي موجوده واحللها واشوف ايه البيانات اللي موجوده فيها، بحيث ان انا افهم منها المتطلبات اللي محتاجها داخل المشروع. دي كانت كولكتنج ريكويرمنت تكنيكس. طيب كولكتنج ريكويرمنت تكنيكس بتديني زي ما حضراتكم شايفين، بتديني اتنين اوتبوت مهمين. اول حاجه اسمها ريكويرمنت دوكيومنتيشن، تاني حاجه اسمها ريكويرمنت تريسابيليتي ماتريكس. الريكويرمنت دوكيومنتيشن هي بالنسبه لي كل الدوكيومنت اللي طلعت من التكنيكس اللي موجوده في المنتصف. يعني لو ميتنج او انترفيو او فوكس جروبس، بالنسبه لي بتكون الميتنج مينتس او المينتس اوف ميتنج، بتكون القرارات اللي طلعت في عمليه الجروب كريتيفيتي تكنيكس او الديسيشن ميكنج تكنيكس، بتكون الدوكيومنت اللي احنا جمعناها من الكوشنير والسيرفيز والليسون ليرند اللي طلعت من الاوبزرفيشنز، بتكون البروتوتايبس، بتكون البنش ماركينج، بتكون الكونتكست دياجرام. كل دي بالنسبه لي تعتبر ريكويرمنت دوكيومنتيشن. وانا بجمع الريكويرمنت بتاعتي بحاول ان انا اعمل دوكيومنت مهمه اسمها ريكويرمنت تريسابيليتي ماتريكس. الريكويرمنت تريسابيليتي ماتريكس شكلها زي ما حضراتكم شايفين في الشكل ده. انا بحط لكل ريكويرمنت تم تجميعها اي دي، وبحط قدام كل اي دي اسم المتطلبات اللي تم تجميعها والنيدز اللي كانت محتاجاها، البيزنس نيدز اللي محتاجينها علشان ننفذ المتطلبات دي، والدبليو بي اس ديليفرابلز بتاعها، او بربطها احيانا بتست كيس لو انا محتاجها. احيانا بيكون الريكويرمنت تريسابيليتي ماتريكس بالشكل اللي موجود ده برضو، احيانا بيكون بالشكل ده، واحيانا بيكون له اكتر من شكل. دي كلها اللي بنسميها الريكويرمنت تريسابيليتي ماتريكس، وبنستخدمها بنستخدم الريكويرمنت تريسابيليتي ماتريكس في عمليه متابعه اي تغييرات تحصل على البيزنس ريكويرمنت. الخطوه اللي بعد كده ان احنا بنعمل سكوب ديفينيشن. يعني احنا حاليا جمعنا جميع متطلبات المشروع اللي هيتعمل واللي مش هيتعمل، فبالتالي محتاجين حاليا نحدد ايه اللي هيتعمل وايه اللي مش هيتعمل. تمام، علشان نحدد ايه الاجزاء اللي هتتعمل في المشروع، اولا الانبوتس بتاعتنا محتاجين السكوب مانجمنت بلان، بروجكت تشارتر، ريكويرمنت دوكيومنتيشن، واورجانيزيشن بروسيس اسيتس. بعد كده بنحاول الخطوات اللي بنعملها، اولا بنرجع لخبير، تاني حاجه بنعمل برودكت اناليسز، تالت حاجه بنعمل الترناتيف جنريشنز، رابع حاجه بنعمل فاسيليتيتد وركشوبس. طيب اول حاجه بنعمل اكسبرت جادجمنت. علشان نحدد السكوب لازم نرجع لخبير في عمليه السكوب ديفينيشن. طبعا بنرجع لزملائنا في اداره المشروعات، بنرجع للبروجكت مانجمنت اوفيس، بنرجع لكل الخبراء اللي ممكن يساعدونا في السكادولينج. بعد كده بنعمل برودكت اناليسز. لو احنا المشروع بتاعنا بيطلع منتج معين، لازم نعمل اناليسز للفيتشر ليست اللي المفروض تطلع في المنتج ده. فعمليه البرودكت اناليسز هي عمليه تحديد الفيتشر ليست والاكسبتنس كريتيريا لكل ليست ايتم موجود في الفيتشر ليست دي. بعد كده بنعمل الترناتيف جنريشنز، يعني لو هيبقى عندي اكتر من ابروتش همشي بيهم في عمليه التنفيذ، محتاجين ندرس البدائل لكل بديل في التنفيذ. بعد كده بنعمل عمليات اللي هي فاسيليتيتد ورك شوبس، بنعمل ميتنجز علشان نحدد المشاكل او النقاط اللي موجوده في المنتج اللي ممكن يبقى عليها خلاف، بحيث ان احنا نحدد ايه اللي هيتعمل بالظبط ويحصل اجريمنت على كل النقاط من كل الاشخاص اللي هينفذوا معانا. الاوتبوت اللي بيطلع من عمليه السكوب ديفينيشن ديفاين سكوب، بيطلع معايا السكوب ستيتمنت والبروجكت دوكيومنت ابديت. طيب السكوب ستيتمنت ايه اللي موجود في السكوب ستيتمنت؟
زي ما حضراتكم شايفين السكوب ستيتمنت فيها البروجكت سكوب ديسكريبشن، فيها الاكسبتنس كرايتيريا، فيها البروجكت ديليفرابلز، البروجكت اكسكلوجنز، البروجكت كونسترينز، والبروجكت اسامبشنز. دي الجزئيات المهمه بالنسبه لي كسكوب ستيتمنت. يبقى اول حاجه ايه الجزئيات؟ الاكسبتنس كرايتيريا، على اي اساس هيتم قبول الديليفرابلز اللي عندي، الديليفرابلز نفسها، البروجكت اكسكلوجنز يعني الجزئيات اللي اوت في سكوب اللي انا مش محتاج اشتغل عليها، البروجكت كونسترينز يعني القيود اللي انا ملتزم بيها اثناء تنفيذ المشروع، سواء اذا كانت تايم كونسترينز يعني ممكن يكون عندي ديليفرابل مربوط بوقت معين لازم يكون ضمن فيه، ممكن يكون الديو ديت او الـ او الديدلاين بتاع المشروع لازم يكون قبل وقت معين، ممكن يكون في عندي كونسترين في البادجت، ممكن يكون في عندي كونسترين في ريسورسز، فبالتالي لازم اكون محدد الكونسترينز في البروجكت سكوب ستيتمنت في البدايه. اخر حاجه البروجكت اسامبشنز، والاسامبشنز دي هي الافتراضات اللي انا بقترحها او اللي انا بفترضها في بدايه المشروع، ودي محتويات السكوب ستيتمنت. يعني ايه اسامبشنز؟ يعني مثلا ممكن اقول ان انا بفترض ان العميل بيرد عليا في خلال يومين عمل، اكتر من كده ممكن يحصل تاخير في المشروع، لازم العميل يرد في خلال يومين عمل. انا بفترض ان انا عندي الاسبوع في 5 ايام عمل، وعندي في السنة 6 أو 7 أيام أجازات مثلا اللي هي الأجازات الرسمية، فبالتالي دي كلها افتراضات. لو زادت الافتراضات أو اتغيرت الافتراضات دي بتولد عندي مجموعة من المخاطر، فبالتالي أنا لازم لازم أقترح أو هايلايت الافتراضات في أول المشروع عشان لو حصل أي تغيير لازم العميل يتقبل مني التغيير ده، لأن أنا كنت مفترض أشياء والأشياء دي ما حصلتش. طيب بعد كده الخطوه اللي بعد ان احنا بنحدد السكوب ديفينيشن بنكريت الورك بريك داون ستراكشر، يعني بنكسر السكوب اللي موجود معانا لورك باكجز، والورك باكجز دي بعد كده بنكسرها الاكتيفيتيز، ولكن حاليا في مرحله ال WBS احنا بنكسر السكوب لورك باكجز بس. الانبوتس اللي انا محتاجها عشان اقدر اعمل كرييت لل WBS، اول حاجه السكوب بلان، السكوب ستيتمنت، ريكويرمنت دوكيومنتيشن، الانتربرايز انفيرومنتال فاكتور، اورجانيزيشن بروسيس اسيتس. التولز والتكنيكس زي ما قلنا اول حاجه معانا هي الديكومبوزيشن، وهي دي اهم جزئيه. ديكومبوزيشن، ديكومبوز يعني يكسر، تمام؟ فالديكومبوزيشن هي عمليه ان انا بكسر متطلبات المشروع، تمام؟ طيب الاكسبرت جادجمنت الخطوة الثانية بعد الديكومبوزيشن، عشان وانا بكسر ال WBS ليها تكنيكس معينة وممكن استعين بخبير يساعدني باي على اي اساس هقسم الديليفرابلز اللي موجودة في المشروع، سواء اذا كانت على اساس تايم او على اساس اوبجيكتيف او على اساس حاجة تانية، فبالتالي لازم ان انا الطريقة اللي بقسم بيها ال WBS اكون محددها في بداية المشروع. الاوتبوت اللي بتطلع معايا من كرييت ال WBS هي السكوب بيز لاين، وده اول بيز لاين بيطلع معايا في المشروع اللي هو السكوب بيز لاين. يعني ايه بيز لاين؟ البيز لاين هو اجريمنت ما بين جميع الاطراف اللي موجوده في المشروع. اجريمنت يعني اتفاق، يعني لو حصل اي تغيير في الاتفاق ده لازم كل الاطراف اللي اتفقت على الموضوع ده يتم اخذ رايهم في الاعتبار. يعني السكوب بيز لاين بيتكون من ايه؟ بيتكون من مجموعه دوكيومنتس. اول حاجه السكوب بيز لاين موجود في الورك ال WBS والWBS ديكشنري والسكوب ستيتمنت، ده السكوب بيز لاين موجود فيه السكوب ستيتمنت والWBS والWBS ديكشنري. الدوكيومنتس الثلاثه دي لما انا بحصل عليهم بيكونوا عندي دوكيومنت او بيكونوا عندي شيء مهم في المشروع اسمه سكوب بيز لاين. طب ال WBS هي الشكل اللي موجود قدامنا ده زي ما حضراتكم شايفين، ده شكل سوفت وير بروجكت، تمام؟ مكون من بروجكت مانجمنت اكتيفيتيز او ديليفرابلز، برودكت ريكويرمنت، ديتيل ديزاين، كونستراكت، انتجريشن اند تيست. ممكن يكون عندي مشروع زي كده شغال على فاليو مانجمنت بروجكت، في نيد اسسمنت، في ستاندرد، في سيستم انجينيرنج، في بروجكت مانجمنت، وكل جزئيه منهم بتترقم زي ما حضراتكم شايفين، بنبدا برقم 1 بعد كده 1.1 1.1.1.2 وهكذا الترقيم حسب
الشجره اللي انا موجود فيها عشان اعرف الريكويرمنت اللي موجوده دي او الورك باكج اللي موجوده في اخر الشجره، مين الكنترول اكاونت اللي هي تابعه ليه، والكنترول اكاونت تابع لاي فيز او اي مرحله او اي ديليفرابل عندي في المشروع. طيب ده شكل ال WBS. زي ما حضراتكم شايفين ال WBS مفيش فيها مكان ان انا اضيف فيها اي كونسترينز، يعني مش عارف الجزئيه دي قبل دي او الجزئيه دي مربوطه بدي، يعني لازم دي تخلص الاول وبعدين دي بعدها. طب الجزئيه دي فيها اي ريكويرمنت معينه؟ لا مش مكتوب فيها. طب الكلام ده يتكتب فين؟ الكلام ده بيتكتب في دوكيومنت بتزود المعلومات اللي في الدبليو بي اس، بنسميها الدبليو بي اس ديكشنري. الدبليو بي اس ديكشنري بنوصف فيها كل التفاصيل اللي انا محتاج اوصف بيها الدبليو بي اس ايتم او الورك باكج ايتم، فبالتالي بكتب التفاصيل دي كلها في الدوكيومنت اللي اسمها دبليو بي اس ديكشنري. والتراك دي الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري والبروجكت سكوب ستيتمنت اللي طلعت معايا من السكوب ديفينيشن، الثلاثه دوكيومنتس دول هم اللي بيكونوا عندي السكوب بيز لاين. بعد ما بكملهم باخد موافقه عليهم من الشركه ومن الكاستمر، فبالتالي بيتكون عندي السكوب بيز لاين ويبقى في اجريمنت على السكوب في المرحله دي. مع السكوب بيز لاين بيحصل بعض الابديتس في بعض الدوكيومنت زي السكوب مانجمنت بلان، احيانا الريكويرمنت مانجمنت بلان، اي دوكيومنت بيحصل فيها ابديت في المشروع طبقا وانا بحدد السكوب لو حصل اي تغيير بيحصل ابديتس في البروجكت دوكيومنتس دي. طيب من الملاحظات اللي احنا نتكلم عليها في السكوب، اول حاجه ليفل اوف ديتيلز. الليفل اوف ديتيلز قبل ما ببدا المشروع بيكون عندي دوكيومنت اسمها ستيتمنت اوف ورك. ستيتمنت اوف ورك دي دوكيومنت بتتوصف فيها الفيزابيليتي ستادي او بيتوصف فيها البيزنس كيس الخاصه بالمشروع، بحيث ان انا بشوف المشروع ده بالفعل مجدي انجازه والدخول فيه ولا لا. وبيبقى فيها مجموعه تفاصيل بسيطه جدا عن المشروع بشكل اوتلاينز. اول ما ببتدي انشئ المشروع بيطلع معايا دوكيومنت اكتر تفصيلا شويه من الستيتمنت اوف ورك اللي هي البروجكت تشارتر واتكلمنا عنها في اول يوم. بعد كده بعد ما طلعنا بالبروجكت تشارتر وهنبدا المشروع بالفعل، يبقى عندي الدوكيومنت اللي هي البروجكت ريكويرمنت او الريكويرمنت دوكيومنتيشن. بعد كده يطلع عندي السكوب ستيتمنت، طبعا بتطلع بشكل مبدئي. وبعد كده بتطلع عندي الفاينل سكوب ستيتمنت، تمام. وبعد كده يجي عندي الورك بريك داون ستراكشر. فبالنسبه للسكوب، السكوب بيتضح بالتدريج بالنسبه لي، وده بيوضح جزئيه البروجريسيف الابوريشن اللي اتكلمنا عنها في اول يوم، عمليه الوضوح التدريجي للمتطلبات، تمام. فبالتالي السكوب في اول يوم او قبل ما المشروع بيبدا بيكون سكوب بالنسبه لي واسع، وبيكون التفاصيل فيه بسيطه جدا. بيبتدي السكوب يتضح والتفاصيل بتزيد معايا اول باول لحد لما بوصل لمرحله الورك باكج او الورك بريك داون ستراكشر، فبالتالي بكون عارف جميع الديليفرابلز اللي موجوده في المشروع. طبعا في ليفل اوف ديتيلز بيتضح معايا بعد كده لما بروح للتايم. بعد كده باخد الورك باكجز وبعمل لها ديكومبوزيشن ان انا بكسرها الاكتيفيتيز، ولكن الجزئيه دي هتكون معانا في التايم مش في السكوب. في ليفل السكوب ديفينيشن حاليا احنا بنطلع بس بالدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري والسكوب ستيتمنت. وانس ان احنا خلصنا البلاننج وطلعنا بالدبليو بي اس، الخطوه الاخيره عندي في السكوب او قبل الاخيره عندي مرحله فاليديت السكوب. يعني ايه فاليديت السكوب؟ الفاليديت السكوب او الفورماليز الاكسبتنس للسكوب بيحصل فيها عمليه انسبكشن للسكوب اللي بيحصل بالفعل ومطابقته مع العميل. يعني انا بروح للعميل واتاكد معاه او بعمل نوع من انواع اليو اي تي او اليوزر اكسبتنس تيست مع العميل، بحيث ان انا اتاكد ان الديليفرابلز دي بالنسبه له اكسبتد ديليفرابلز. ده الفكره من فاليديت السكوب. فطبعا فاليديت السكوب ما بيكونش في البلاننج، وبيكون في عمليه المونيتور اند كنترول. طيب الانبوتس اللي داخله معايا في السكوب فاليديشن، اول حاجه البلان، ريكويرمنت دوكيومنتيشن، التريسابيليتي ماتريكس عشان اتاكد من المطابقه واتتبع ريكويرمنت اصولها جايه منين بالظبط وهتسمع في ايه لو حصل فيها تعديل. باخد الفيريفايد ديليفرابلز، ودي مصطلح جاي جديد معايا. الفيريفايد ديليفرابلز
هي الدليفرابلز اللي عملنا عليها كواليتي كنترول او اللي عملنا عليها تيستنج، فبالتالي فيريفايد، تمام؟ مش دليفرابلز عاديه. يعني ايه؟ يعني الدليفرابل في اول ما الشخص اللي بينفذ الدليفرابل ده يقول انه دن، مش معنى كده انه دن، لا، معنى كده ان هو بالنسبه له دن، انما بالنسبه للمشروع هو ان فيريفايد دليفرابلز. بعد كده بناخد الدليفرابل ده ويروح للكواليتي كنترول يعمل عليه فيريفيكيشن، بيعمل عليه تيستنج، يتاكد بالفعل ان الدليفرابل ده بالنسبه لنا فيريفايد، تمام؟ فالفيريفيكيشن بيتم داخليا داخل المشروع من خلال الكواليتي كنترول. وانس ان الكواليتي كنترول طلع لي ريبورت بالنسبه للدليفرابل ان فيريفايد واكسبتد بالنسبه للكيو سي، بعد كده باخد الدليفرابل واعمل عليه اكسبتنس مع الكاستمر، اللي هو بنعمل يوزر اكسبتنس تيست مع الكاستمر. فده بالنسبه للفرق ما بين الفيريفايد دليفرابل والاكسبتد دليفرابل، يعني الفارق ما بين ديفينيشن اوف دان. طيب بعد كده الورك بيرفورمانس داتا، ودايما لما نلاقي داخل معانا ورك بيرفورمانس داتا نعرف ان احنا هيطلع معانا في الاوتبوت ورك بيرفورمانس انفورميشن. كل ما الاقي انبوت ورك بيرفورمانس داتا هعرف ان انا طالع معايا ورك بيرفورمانس انفورميشن، وغالبا بيكون معاها تشينج ريكوست وبروجكت دوكيومنتس ابديتس. طيب ايه اللي بيحصل في فاليديت سكوب؟ بيحصل عمليه انسبكشن، بيحصل فحص، وبيحصل عمليه اتخاذ قرار جروب ديسيشن ميكنج تكنيكس في الجزئيات اللي تم تنفيذها. الاوتبوت اللي بيتم بعد عمليه الفحص الاكسبتد ديليفرابلز، ولو مش اكسبتد بيحصل تشينج ريكوست على الديليفرابلز عشان يتم تعديلها. بعد كده بنطلع بالورك بيرفورمانس انفورميشن والورك والبروجكت دوكيومنت ابديتس. دي عمليه الفاليديت السكوب باختصار. بعد ما عملنا فاليديشن للسكوب، في مرحله مهمه عندي، مهمه جدا في التحكم في السكوب، بحيث انه ما يحصلش فاريانس او نقلل الفجوه ما بين المخطط والتنفيذ الفعلي في عمليه كنترول السكوب. فبالتالي بنعمل في كنترول السكوب حاجه اسمها فاريانس اناليسيس. الفاريانس اناليسيس او مطابقه الاختلاف ما بين المخطط والفعلي، الجزئيه دي بتتطلب معايا مجموعه من الانبوتس، اللي هي اول حاجه طبعا البروجكت مانجمنت بلان والريكويرمنت دوكيومنتيشن اللي فيها السكوب، ريكويرمنت تريسيبيليتي ماتريكس عشان نعرف تفاصيل السكوب والتتبع بتاعه، بعد كده الورك بيرفورمانس داتا والاورجانيزيشن بروسيس اسيتس عشان نقدر نستخدم البروسيس اسيتس دي في عمليه الفاريانس اناليسيس. طيب زي ما اتفقنا، لما بيدخل معايا ورك بيرفورمانس داتا بيطلع معايا ورك بيرفورمانس انفورميشن، وبيطلع معايا تشينج ريكوست. طيب وبيطلع معايا مانجمنت بلان ابديت او دوكيومنت ابديت. طيب ايه اللي بيحصل في الكنترول سكوب؟ بيحصل عمليه فاريانس اناليسيس. يعني ايه فاريانس؟ الفاريانس تكنيك بنحدد فيه كوز اند ديجري اوف ديفرنس بتوين بيز لاين اند اكشوال بيرفورمانس، بنحدد بيه سبب ونسبه الاختلاف ما بين المخطط والفعلي في البيز لاين اللي احنا متفقين عليه، تمام؟ فبالتالي عايزين نقيس على بيز لاين معين ونشوف احنا مختلف متاخرين قد ايه بالنسبه للتايم، متاخرين قد ايه بالنسبه للكوست، ولكن حاليا احنا بنقيس احنا متاخرين قد ايه بالنسبه للسكوب. الفاريانس اناليسيس اللي بيحصل هنا اجينست السكوب اللي احنا عاملين له ديفينيشن، تمام؟ فبالتالي التول والتكنيك اللي معايا فاريانس اناليسيس بيقيس الفاريانس اللي حاصل في السكوب او نسبه الاختلاف اللي حاصله في السكوب ده. بالتفصيل الكنترول سكوب، ودي الاوتبوت اللي بتطلع منه، تمام؟ نيجي لسؤال من الاسئله. سؤال بيقول which of the following documents will help trace the requirement. كلمة trace خلاص احنا في الغالب عرفنا ان احنا عندنا document واحدة بنعمل بيها traceability للسكوب اللي اسمها requirement traceability matrix، فالاجابة هتكون B. طيب a group of people were discussing multiple alternatives during the collect requirement process. مجموعة اشخاص بيناقشوا collecting requirement. One of the individuals، واحد من الأشخاص في الجروب هو اللي بياخد القرار. This method of reaching a group decision would be termed as what. واحد هو اللي بيتخذ القرار، فهيكون إيه؟ إحنا أخذنا إيه؟ أخذنا anonymity وmajority وplurality و dictatorship.
فاحنا قدامنا واحد اللي بيتخذ القرار، فالاجابه غالبا برضو هتكون بي ديكتاتور شيب. طيب سؤال تاني، if you are creating a new WBS for your project، انت بتكري WBS جديده لمشروعك، what should you consider to save time during the creation process؟ ايه اللي هيوفر معاك وقت في عمليه الكرييشن لو انت بتكري WBS جديده؟ طبعا في الغالب لما تيجي تشوف الحاجات اللي موجوده هتختار انسبها. انسبها هو ان انت هتاخد previous WBS from similar project، يعني انت لو عندك مشروع شبيه هتبتدي من ال WBS بتاعته وبعد كده تعدل في الداتا اللي موجوده فيها، فبالتالي ده هيديك سرعه اكتر، فده هيعمل معاك سيف تايم زي ما موجود في راس السؤال. طيب which of the following documents contain detailed descriptions of work packages؟ ايه اللي فيه ديتيل ديسكريبشن للورك باكجز؟ احنا قلنا هي ال WBS ديكشنري، لان الورك باكجز بتتوصف فيها ال WBS فيها العناوين فقط والاي دي، اما السكوب عفوا ال WBS ديكشنري هي اللي فيها التفاصيل الداخليه للورك باكجز. The work breakdown structure can be best thought of an effective aid for مين من مين اللي بيستخدم ال WBS في الكوميونيكيشن؟ ال WBS بنستخدمها كتيم، بنستخدمها كبروجكت مانجمنت اوفيس، بنستخدمها مع الكاستمر، والكلمه الستيك هولدر هي الاشمل والاعم، فبالتالي لما يكون عندي سؤال الاجابات كلها صحيحه بختار الاشمل والاعم فهختار دي. Which of the following can be best described as a characteristic of work packages؟ ايه من من الجزئيات دي يعتبر من خصائص الورك باكجز؟ هنلاقي ان الورك باكجز may not be cost estimate، ما اقدرش استخدمها كcost estimate، can be scheduled، can be further decomposed into work packages. Which of the following can be best described maybe monitor subject of nature of the project. المفروض ان هي may not be الاجابه هتكون B، ان انا اقدر اعمل لها scheduled. تمام، انما الورك باكج هي اصغر حاجه فما اقدرش اكسرها تاني لانتو smaller work packages. تاني دي غلط، ليه؟ لان هي مش بتحدد طبيعه المشروع، هي بتحدد طبيعه المرحله او طبيعه الدليفرابل اللي في الوقت ده فقط. طيب You are gathering requirement for financial ERP project. Prepare below practices with sample data. ده بالنسبة لنا هوم وورك نحاول نطبقه مع نفسنا. احنا عندنا مشروع حضراتكم مديرين ليه. المشروع عبارة عن ERP system. محتاج حضرتك تطبق فيه أول حاجة أنت وأحد زملائك تعمل برين ستورم ميتنج وتختار تكنيك الفوتنج اللي احنا اتكلمنا عنه، يعني هنعمل نومينال جروب ميتنج وهناخد الميجوريتي. تاني حاجه هنحاول ان احنا نعمل ايديا مايند مابنج للبروجكت موديولز اللي موجوده معانا ونحط الايدياز اللي معانا حوالين المين ايديا. هنعمل افينيتي دياجرام لو عندنا مجموعه افكار معينه بحيث ان احنا نعمل جروبنج للافكار اللي موجوده ونعمل لها كاتيجورايزيشن. نحاول ان احنا ناخد قرار هنعمل السوفت وير اي ار بي سيستم ده باي تكنولوجي، هناخد جافا او دوت نت او بي اتش بي. نحاول ان احنا نستخدم الديسيشن اناليسيس ماتريكس اللي احنا اشتغلناها اللي هي مالتي كرايتيريا ديسيشن اناليسيس، التول اللي احنا بنعمل بيها المقارنه، ونحاول ان احنا نحدد التكنولوجي دي بالنسبه لنا مثلا في الايز اوف يوز، في الكوست، في التايم، في التريننج المطلوب، في الافيلابيليتي للريسورسز اللي موجوده، في الافيلابيليتي للهاردوير او للسوفت وير اللي موجوده، اللايسنس، كل الجزئيات دي احطها مثلا في بنود المناقصه واقرر على اساسها. ريكويرمنت تريسابيلتي ماتريكس، نحاول ان احنا نعمل تريسابيلتي ماتريكس للبروجكت موديولز بتاعتنا. لو عندي مثلا الموديول بتاع جنرال ليدجر، الاكونتس بيبل، ريسيفابل، الاتش ار، الانفنتوري، وهكذا. نحاول ان احنا نعمل كويشنير، سامبل كويشنير، بحيث ان احنا نعرف نصيغ اسئله جوت تو ذا بوينت بحيث ان تدينا معلومات واحنا بنعمل عمليه كولكتنج ريكويرمنت. بعد كده لو نقدر نعمل كونتكست دايجرام او نقدر نعمل يوز كيسز
لاول موديول واحد فقط اللي هو موديول اللوجن مثلا، بحاول ان احنا نشوف ايه الفلو اللي بيحصل في عمليه الكونتكست دايجرام، ازاي نكريت يوز كيس للسيستم اللي احنا نشتغل عليه. ده كده بالنسبه للجزء اللي كنا بنتكلم فيه النهارده اللي هو السكوب مانجمنت. شكرا لوقت حضراتكم، وان شاء الله اشوفكم بكره في لما نيجي نتكلم عن التايم مانجمنت. التايم برضو موضوع شيق جدا، ولو في اي اسئله او اقتراحات اسعد بان حضراتكم تبعتوا لي على الايميل اللي موجود قدامكم. شكرا مره تانية، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.